أرسلت هذه الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، والدعاء فيها إن شاء الله مستجاب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وتب علينا نحن ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وأغث وبالقرآن، وأغث بلادنا بالأمطار. اللهم انشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم احفظنا قائمين، واحفظنا قاعدين، واحفظنا راقدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انزل علينا الغيث، اللهم ارحمنا برحمة هذه البهائم الرتع، وارحمنا بهؤلاء الأطفال الرضع، وارحمنا بالشيوخ الخشع وبالشباب الركع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن شمائلنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم كاشف الهم فارج الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة من عندك تغننا بها عمن سواك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سجلت هذه المادة في مغرب 24/12/2003 هجرة بجبال المصالي. يخبرني مع تحية محمد.